أعظم من دعاء كيف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوتي وأختي ومرحبا بكم في نهار جديد. أولا الشكر الخالص لأي شخص لتحق قناة باخويا فلوكس، وشكرا للإخوان اللي كان عندهم اهتمام بموضوع مكرم مافيا، كنوعدكم بالمزيد من هذا الموضوع إن شاء الله. أما موضوعنا اليوم هو الانفجار اللي وقع مؤخرا في بيروت في لبنان. كيف شاف العالم كل الانفجار اللي حصل، ولكن الكل كيتساءل على السبب ديال هذا الانفجار. الحكاية وما فيها هو في 23 شتنبر من سنة 2013 دخلت ميناء بيروت واحد السفينة مالدوفيا الاسم ديالها روسيش، اللي كانت متحملة ب 2750 طن من المادة اللي تفجرات في الميناء. وهذه الشحنة كانت محملة من أوكرانيا لموزمبيق. اوكي نقولوا اش كنت تدير يعني في لبنان. لبنان كانت يعني غير محطة تبديل الزيت صيانة، ولكن منين جات تقلع الإبحار تكتشفت بأنها غير صالحة للإبحار، أو أي سفينة كيكون فيها هاد العيوب يعني منع باش تكمل طريقها فين ما كانت غتمشي، ما تخرجش من الميناء. واللي كيحصل في هاد الحالات كيتم الاتصال بصاحب السفينة، ولكن في هاد الحالة ما وقعش رد. يعني بداو تيتصلوا بالمالك ديال السفينة المالدوفي ولكن ما كاينش إجابة. وبمرور الوقت السفينة يعني وقفت الماكينة، حتى العمال اللي كانوا عليها بداو يسلوا واحد بواحد الى حتى بقات السفينة تما كاينة. اش غيديروا للشحنة في هاد الحالة؟ ملي كتحتاج شي شحنة وما تيبقاش موالها يعني كتمشي تخزن في المخازن اللي تابعة للدولة بالميناء. وهذا الشيء اللي صرا مع هذه القضيه، لان اصلا حتى الشحنه يعني فيها شي حاجه غير قانونيه. على داك الشيء يعني حتى الملك ما كانش يرد على ولا شوف يعني كاينه شي حاجه غامضه في هذه القضيه. الشحنه سيدي ولا هذه الشحنه اللي كانت ما هي لا صواريخ ولا قنابل ولا اسلحه. هذه الشحنه كانت عباره عن حبيبات بيضاء تسمى بنترات الامونيوم، وهاد الحبيبات كتصنع لانها اصلا ضروريه في يعني في الحياه اليوميه ديال الانسان. مثلا كيدخلوها في السماد ديال الزراعه، كيخدموها في لوقيد يعني عواد الكبريت، يعني كتخدم كتشعل بها مثلا كتخدم حتى في حمل الحجاري، يعني بزاف ديال الاستعمالات كيخرجوا من هاد نترات الامونيوم. ولكن في نفس الوقت تتبقى ماده خطر، لانها عباره عن اكسجين ونيتروجين، يعني في نفس الوقت خطر على البشريه. ومن الحوادث اللي تسببت فيها يعني هذه الحبيبات ولا الكوارث اللي تسببوا فيها هذه الحبيبات البيضاء، المهم نرجعوا لبيروت. اللي وقع ذاك النهار اللي وقع فيه يعني الانفجار، وكيف يقال يعني لحد الساعه كانت اشغال يعني اللحام في احد ابواب المخازن، يعني السدور تيسوديو شي باب تما كاينه، ويعني حتى الصوره كتضح فيها من الكتاب على الاكياس الماسك ديال كورونا، والتراب اللي كيبين القدوميه ديال الاكياء اللي يعني التراب اللي فوق الاكياس اللي كيبين القدوميه ديالو، يعني شحال هادي هو محطوط في تما كاينه في المخازن. يعني تحليل الصوره لحد الساعه منطقي، ممكن تطاير الشرار على الاكياس من تما كاينه كيشد يعني في الثوب، ومن الثوب الى شد في الثوب صافي كيف ما شفنا جميع شنو وقع. بارها معاه على البار. ايه منو يا لطيف، ليك 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 دخني كيف بعدها، ليك ليك الله اكبر. الله اكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله. هذه شيء. أشهد أن لا والغريب في الامر هو في 2016 خليكم مع هذا الفيديو. كم صاروخ من عنا زائد هول حاويات الامونيا بحيفا نتيجة قنبلة نووية. وكذلك يعني علاش قلت لكم نشوفوا هذا الفيديو، كذلك تزامنا مع محاكمة يعني المتهمين اللي متهمين في تفجير موقع الرئيس رفيق الحريري يوم 14/2005. وهذ المتهمين حتى هما من حزب الله، وممكن والعلم لله حصل هذا الشيء باش يعني كتهديد ولا كخوف اللي غيدير شي حاجه يحبس، والعلم لله. وانا ما كنتهم حد، العلم لله. هذو غير تحليلات حاولنا نحلوا هذا الفيديو كجميع الناس. ولكن الغريب في الامر كاين حتى واحد الفيديو متداول بان يعني ضربه ديال الصاروخ، ولكن ملي غنشوفوا التحليل ديال هذا الفيديو انتم كي كتشوفوا يعني حتى الفيديو باش مصور بالتليفون باش جبت الصاروخ فوز داك الفجار، يعني خاصك تكون كاميرا كبيره وكتصور بالحراره، التليفون ما كيصورش بالحراره. وانتم كتشوفوا هذا التصوير يعني عادي، وهذا التصوير المفبرك. هانتوما كتشوفوا الصاروخ يعني كان هواد وعواش شويه، ونورمال خصو الا كان طارق هواد هكا خصو يهود ديريكت، ما عندو علاش يدير هكا. ولكن اللي حطوه في المونتاج بالافيكت لا شوف كي دار لعب فيه. وهاد الكارثه اللي حدث الصدمه يعني لحد الساعه 136 قتيل وما فوق 6000 جريح غير مفقودين. ولكن الغريب في الامر هو هاد الانفجارات كلهم تيوقعوا في سوريا، ويعني العالم ما كيديرش ضجه بحال اللي دار هادي على الانفجار ديال لبنان. اربعه د المدن يا اخواتي راه تبادت من سوريا، ما بقاتش على بكره ابيها، ما بقاتش. وشكون داها في سوريا مساكن ولا هضر على الانفجارات اللي في سوريا ولا حسبنا الله ونعم الوكيل. المهم خوتي نطلب من الله ما نكونش ثقيل على قلبكم، وتنوعدكم بالمزيد. وشكرا جزيلا، واللي ما دارش لايك ما تنساش لايك، ما تنساوش تشتركوا معنا في القناة. وشكرا، وحتى الفلوق ولا الفيديو الجاي. السلام عليكم.